بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي الحاج محمد قطال، مارشي سنترال الرباط. بالنسبه للسنه التمور ديال هذه السنه ان شاء الله، كاين انواع مختلفه وكاين اثمنه مختلفه، وبالنسبه للقدره الشرائيه راه ضعيفه، لان الناس ما قادرينش على هاد الاثمنه، بعض الاثمنه اللي كاينه، والناس راها مضروره هنا. ولكن الحمد لله زعما كاين شويه ديال الاقبال، والموجود راه كاين، وكاين انواع واشكال ديال التمور، والانسان راه عاوتاني كل على قدو كيمشي، كل واحد كيمشي على جهده، وكل واحد على حسب القدره ديالو. وعندنا بزاف ديال التمور، بزاف ديال الانواع، ولكن هاد السنه ماشي بحال السنه الفايته. هاد السنه هادي ناقص، يعني القدره الشرائيه ضعيفه، والناس راه مضروره. بالنسبه لانواع ديال التمور، كاين بزاف ديال الانواع، يعني ما يعني كاينين، كاين عندنا بزاف ديال الماركات ديال التمور المغربيه، وكاين عاوتاني عندنا التمور ديال المستورده بحال ديال تونس وديال السعوديه وديال الامارات، وعلى محل كاين بزاف ديال الانواع ديال التمور، واثمنه مختلفه فيهم. الاثمنه راه كلها هذا، الاثمنه راه كتبدا الاثمنه من 30 درهم وطالع. بالنسبة للأثمنة اللي كان باش نتقداو حنايا، يعني أثمنة دائما كما هي عليه، يعني ما غينقصوا لنا لا العام الآخر ولا هذا العام، داكشي باش يعني على حساب السوق، على حساب هذا، على حساب السوق ديال التمور. الإنسان ملي كيشري حتى هو الغلا راه كيخصو يبيع لك الغلا. هل تقريبا اقل ثمن واكثر ثمن؟ قلنا اقل ثمن، وهو كاين حتى 20 درهم، 30 درهم، 40 درهم، 50 درهم، وانت طالع.